الوضع الإنساني في السودان مأساوي وحرج، هذا ما أعلنته السلطات السودانية، موضحة أن ما يقرب من 7 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأن البلاد بحاجة إلى ما يقرب من 500,000 طن مساعدات إنسانية لمواجهة الأوضاع الحالية. من جانبه نشد برنامج الأغذية العالمي بتوفير تمويل إضافي يزيد على 120 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية على الحدود. ووفقا لمسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فإن نصف سكان السودان أي نحو 25 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك أكثر من 6 ملايين إنسان على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وحذرت الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين هربا من الحرب في السودان يعودون لليأس في بلادهم ومواجهة خطر الجوع، مع بقاء 90% من الأسر لأيام دون وجبات. وكان أكثر من 5 ملايين شخص فروا من منازلهم بسبب الحرب في السودان، بما في ذلك أكثر من 1 مليون شخص عبروا إلى البلدان المجاورة للسودان.